حياكم الله معنا في قصة أرض. هي قصة أرض الكويت، هذه الأرض الطيبة اللي تحمل في معالمها الكثير من المعلومات ومن التراث ومن الآثار. الناس اليوم وايد يتساءلون عن كثرة المواقع الأثرية اللي موجودة عندنا على أرض الكويت. هي طيبة بتراثها، وفيرة في آثارها، مميزة حتى في جيولوجيتها. عليها ناس طيبين عاشوا منذ آلاف السنين. هؤلاء الناس اسكنوا عليها وعاشوا وابدعوا في كل الفترات، في كل الحضارات، في كل الأزمنة. على أرض الكويت حديثنا راح يكون عن مو بس الجانب التراثي ولا فقط الجانب الثقافي، ولكن حتى على المعالم المهمة للأماكن الجغرافية والأماكن الجيولوجية، لأن هي قصة أرض. في أرض الكويت عندنا الكثير من المعالم الموجودة، معالم جيولوجية، معالم تاريخية، معالم تراثية، معالم أثرية. على هذه الأرض بدأ الناس يتوافدون عليها منذ آلاف السنين، لأن شافوها أرض صالحة للسكن، فيها الآبار، فيها المناطق الزراعية، فيها الأراضي الخصبة. ولكن لأن الفترة الزمنية اللي احنا قاعد ندرسها وايد طويلة ومهتمين فيها، خصوصا حق المختصين في علم الآثار أو في الجيولوجيا أو في الجغرافيا، ندري أن هذه الفترات ما كانت على نفس المناخ ولا كانت على نفس البيئة. مرت في مواسم حارة وجفاف، مواسم باردة ومطيرة، ومواسم أيضا رطبة. كل هذه الأجواء والتغيرات اللي عاشها الإنسان على أرض الكويت تأثر فيها الإنسان وتأقلم مع حياته، وتأقلم مع مناخه، وتأقلم مع الأجواء اللي كانت موجودة على هذه الأرض في تلك الأزمنة. اليوم لما نتكلم إحنا عن هذه الأرض، يعني نتكلم إحنا عن أناس قدموا على أرض الكويت من ثقافات قديمة 7000 سنة. عندنا ثقافة العبيد، هذه التجمع السكاني الأقدم في تاريخ الكويت، وسكنوا في شمال جون الكويت. قبل 7000 سنة قدروا يبنون منازل ومساكن ومعبد ومؤسسات، مؤسسات معمارية، أساس يقدرون ينامون، يقدرون يشربون، يقدرون يأكلون في هذه الأماكن اللي اليوم علماء الآثار يقضون أوقاتهم تحت أشعة الشمس. يقدرون يكتشفون لنا ما هي الثقافات اللي كانت موجودة في الكويت. اليوم لما احنا نطلع نزور الصبية في مواسم فصل الشتاء والمخيمات، وفي فصل الربيع ما ننتبه احنا حق هذه الأمور. نوصل حق هذه المناطق مستانسين معانا أهلنا وآبائنا وعوائلنا وأمهاتنا وعيالنا وإخواننا، ونفكر شلون نشوي وشلون ننزل هالأكل والعيوش، وشلون احنا نلعب ونقضي أحلى الأوقات. ولكن على هذه البقع يحكي تاريخ ترابها ناس عاشوا وقدموا إلى هنا قبل 7000 سنة. فاليوم إحنا في كل بقعة على أرض هذه الطيبة نقدر نستفيد من هذه المعلومات الموجودة تحت باطنها، أو كذلك كل ما ترك الإنسان على سطح هذا الأرض نقدر نشوف الماضي القديم، نشوف العملات اللي كانت موجودة، نشوف الخرز وأدوات الحل اللي كان الإنسان يستخدمها في السابق، نقدر نشوف الأدوات والآلات النحاسية أو الأدوات الحديدية أو حتى الأدوات الحجرية. أي نعم، نقدر نشوف رؤوس السهام والفؤوس اللي كان يستخدمها الإنسان حتى قبل أكثر من 7000 سنة على أرض الكويت. لما نروح إحنا في طريقنا من الصبية إلى الجهرة ونمر على منطقة كارمة، راح نشوف احنا عشرات المقابر القديمة اللي موجودة شمال جون الكويت، في منطقة كاظمة، في منطقة المطلع، في منطقة الصابرية، منهدين، مديرة، مغيرة. لما نوصل حتى للجهرة، في الجهرة احنا نستانس وايد. ليش؟ لان نعرف ان فيها مزارع جميلة، مزارع تاريخية وايد قديمة، فيها ابار مياه حلوة الاهالي والسكان كانوا يستخدمونها منذ مئات السنين، فيها قصر الاحمر المشهور من اهم المعالم التاريخية في الكويت وأهم معلم تاريخي في منطقة الجهرة. هذه البقعة الطويلة اللي تمتد أكثر من 60 كيلو معناتها كلها قصص، كلها حكايات، وكلها ثقافات. اليوم إحنا لما نصعد إلى مناطق في جال الزور ما بعد الصبية، وفي طريقنا إلى مناطق بوبيان، أو نطلع إلى شمال الكويت على مناطق العبدلي وأم العيش والرغثين، هذه المناطق اللي تشوفونها أنت صحراء إحنا نشوفها كنوز ونشوفها قصص.
ونشوفها ان فيها نوع من انواع الابداع الانساني اللي شلون قدر يتعايش مع هذه الظروف قبل الاف السنين. اليوم على ارض الكويت الطيبه لما ندخل في مدينه الكويت نشوف المنازل القديمه ونشوف الفرجان ونشوف الابنيه والعمارات اللي انبنت بالخمسينات قاعد تذكرنا في شنو؟ قاعد تذكرنا ان شلون اهالي الكويت بدوا يعيشون على هذه الارض، على ارض الكويت الطيبه في نواه مدينه الكويت اللي كانت تسمى الكوت او القرين. توافد اهالي الكويت قبل 400 سنه. اليوم لما ندخل احنا مدينه الكويت ونشوف الفرجان القديمه وبيوت الطين او بيوت الاسمنت او العمارات اللي موجوده في شارع فهد السالم، شارع الجهره مثلا، على شارع الخليج العربي، في مناطق متعدده راح نشوف حياه اهل الكويت شلون بدت داخل هذه المناطق هذه. داخل هذه الاحياء شلون كان العوائل يعيشون مع بعضها البعض. لما صار اكتشاف النفط وهذا الخير اللي جالنا كلنا الحمد لله وانعكس على حتى المعمار، انعكس على الحياه الاقتصاديه، انعكس على الحياه الاجتماعيه من بيوت الطين الى بنايات الاسمنت، هذه البنايات لا زالت اليوم موجوده داخل مدينه الكويت. الدواوين القديمه، المنازل التقليديه، فرجاننا، ذكريات ابائنا واهالينا، امهاتنا وجداتنا، الاسواق الكويتيه القديمه لا زالت اليوم موجوده. منو ما يقدر يروح سوق المباركيه؟ منو ما يقدر يدخل سوق الجت او سوق اللحم او سوق الخضره او سوق السمك او سوق البشوت؟ اليوم وناستنا بكل الاجيال احنا كبار ولا صغار. فعلا لما نزور هذه المناطق نحس ان هذه الارض لها تاريخ ولها غنى تراث وغنى اثار وغنى في كل نوع من انواع الثقافات اللي سواها الانسان داخل هذه الارض. اليوم احنا في تخصصاتنا مثلا عندنا تخصص الانثروبولوجيا يتكلم عن دراسة الثقافات، يهتم في دراسة العادات والتقاليد والنظام المعماري وطبيعة اللهجة وطبيعة الأكل والجماعات اللي كانت عايشة وسلوكياتهم ومعتقداتهم. هذه كلها اليوم احنا نقدر نوثقها ونقدر ندرسها ونقدر أيضا نشاهدها ونلقاها كمواد أثرية وتراثية ثقافية نمسكها بين إيدنا. لما أنا أمسك المنحاز أتذكر رحلة الجدات وأذكر تعب الأمهات شلون كانوا يطحنون الحبوب ويدقون الهريس في الفرجان القديمة مثلا في نص شعبان في ناصفو أو في عيد الفطر أو في عيد الأضحى أو في الأعراس القديمة أو في التجمعات الجميلة اللي كانت ما بين هذه الجدران اللي اليوم نشوفها إحنا هي صامتة وساكتة ولكن هي من تحتها ومن خلفها قاعدة تتكلم عن هذا الطيب اللي عاشوا عليها أهاليها. اليوم لما نروحنا إلى الأسواق ونشوف البشوت نشوف هذه الحرف اللي كانت موجودة واللي كان يمارسها آباءنا وأجدادنا. ليش يمارسونها؟ يمارسونها لأن كانوا راضين بالحياة، راضين بحلاوة العيش وقنوعين في الأرض اللي هم عايشين فيها، في الخير اللي هم كانوا فيها، في العلاقات الطيبة اللي كانت موجودة ما بين هالناس هذه. اليوم من خلال الأنثروبولوجيا لو ناخذ تخصص دقيق اسمه علم الآثار، اليوم في علم الآثار احنا نكشف عن هذا الطيبة، نكشف عن هذا السلوك، نبي نطلع هذه الثقافات اللي كانت موجودة حتى قبل 400 سنة، نبي نرجع إلى 1000 سنة، نبي نشوف من الناس اللي كانوا موجودين قبل 1000 سنة شنو كان حياتهم، شنو كانت بيوتهم، شنو كانت معتقداتهم، الفن اللي كانوا يستخدمونه شنو، هل كان في تماثيل، هل كانت في رسومات، الملابس اللي كانوا يلبسونها نفس ملابسنا مال قبل 100 سنة وملابس اليوم، الأدوات الزينة والحلي والمجوهرات هي نفس اللي احنا اليوم نعرفها، هي المقمش، هي السد العالي، هي كرسي جابر، هي اللولو، وهي البيذان، شنو الدقات اللي كانت موجودة قبل 1000 سنة؟ فاليوم احنا ننزل حق هذه الأرض الطيبة ونكشف في تحت باطنها من كنوز أثرية جميلة تعطينا معلومات صادقة وصريحة وواضحة ومباشرة حق الناس اللي عاشوا قبل هالفترة هذه. اليوم احنا لا ما نتخصص بالألف سنة، نقدر نرجع حق 4000 سنة. منو فينا ما يعرف فيلتشة؟ منو فينا ما يدري ان فيلتشة فيها آثار أكثر من 4000 سنة؟ هذه الجزيرة الجميلة اللي كل الأعمار وكل الأجيال وده بس يزورها، سواء في فصل الصيف حق البحر والسباحة أو في فصل الشتاء يشوف الأراضي الخضراء ويشوف الأشجار والورود اللي موجودة هناك. في جزيرة فيلتشة بس فقط عندنا أكثر من 80 موقع أثري. نعم 80 موقع أثري يمتد من 4000 سنة. 9 حضارات ثقافات امتدت على هذه الأرض.
2000 قبل الميلاد عندنا حضارة دلمون، حضارة أور ثير داينستي أو الحضارة الأور الثالثة، الحضارة الكاشية، الحضارة الهلنستية، الحضارة الإسلامية بكل فتراتها اللي موجودة. حضارات كلها عاشت على هذه الجزيرة. اليوم لما نزور الجزيرة أو لما نروح لها بالعبارات ونركب هالسيارة ونركب الباص ونشوف الأراضي هذه الصحراء أو نعتقدها فاضية، هي تحتها كل 5 سنتي وكل 7 سنتي راح نكتشف أن في ناس عاشت في هذه الطبقة. ولكن دوام الحال من المحال، ما يبقى شيء. هذه الحضارات تنتهي وتندثر فيغطيها الرمل، وتي حضارة ثانية بعدها 200 ولا 300 سنة، وتي بعدها حضارة ثالثة وحضارة رابعة وخامسة وسادسة. فلما يجون البعثات الأثرية أو عالم الآثار يقدر يكتشف لما يزيل طبقات الرمل بالمشحاف وبالبروش، لما نشوفهم احنا يقعدون سنين 4 5 سنوات بيد البروش يشيل الرمل. ليش يشيل الرمل؟ لانه بيتاكد ان كم طبقه كانت موجوده. شنو يعني كم طبقه؟ كم ثقافه كانت موجوده؟ كم مجتمع عاش قبل المجتمع اللي قبله؟ احنا اليوم نتاج حضارات قديمه، احنا اليوم نتاج شعوب عاشت قبلنا، ابتكروا وابتدعوا وقيموا واقعهم القديم وصنعوا ادوات وسووا منازل بالطريقه اللي هي تناسبها. والجيل اللي بعده يا طور هذا الشيء، واليوم احنا بلبسنا وبتكنولوجيتنا وباجهزتنا ومواصلاتنا كلها عباره عن تطور حق الاشياء اللي كانوا عايشين قبلنا. ففي جزيره فيليتشا في قصص كثيره، قصص عجيبه. من هذه الحضارات اللي عاشت هناك؟ هذه الحضارات شنو علاقتها مع الحضارات المجاوره او الحضارات البعيده؟ كان في تجاره؟ شنو انواع البضائع اللي كانوا يتاجرون فيها قبل 4000 سنه؟ كلنا درسنا تاريخ الكويت وكلنا نقرا احنا في تراث الكويت، ندري ان تاريخ الكويت قبل 300 و400 سنه كنا نتاجر مع مناطق مجاوره، نجيب الخشب ونجيب العيش ونجيب البصل ونجيب البهارات ونجيب الشندل ونجيب الباستيل، حتى ونجيب الادوات الموسيقيه من مناطق بعيده. ليش؟ لان كان عندنا قوه بحريه، كان عندنا اسطول بحري. احد الرحاله الاجانب يتكلم عن الكويت يقول هذه المدينه الصغيره او هذه الاماره الصغيره يرسو في مينائها 800 سفينه خشبيه ضخمه. تخيلوا 800 سفينه قبل 200 سنه كانت على مواني مدينه الكويت، بالتحديد ميناء الفرضه. فمعناته هذا كان في قوه بحريه، اقتصاد جدا جميل، وفي ثقه ما بين هذه الارض الطيبه وما بين بقيه المناطق وما بين الحضارات. كان في ثقه مع الاهالي ومع اصحاب الحلال ومع اصحاب السفن ومع التجار. لذلك امتدت هذه العلاقات الاقتصاديه على مدى فترات طويله مع مناطق مختلفه، وشكل التجار البحري او التجاره البحريه شكلت جزء كبير من تاريخ الكويت اخر 300 و400 سنه. نفس الشيء عندنا مع التجاره البريه، لما ندخل في عمق شبه الجزيره العربيه ويصير هذا التبادل التجاري. اليوم الوثائق القديمه والسجلات التجار وكذلك ارشيف الدول الاجنبيه اللي كانت توثق كل المعاملات التجاريه موجوده ومعروف وقاعد ندرسها، وندري اسماء البضائع، ندري انواعها وحتى ندري كمياتها. لا وندري بعد حق اي بيت رايح وحق اي تاجر بالضبط هو اللي طلبها او حق اي سوق يمكن تنباع. بس قبل 4000 سنه شنو كان؟ شنو المصادر اللي لازم نستخدمها احنا عشان نكشف التجاره والاقتصاد وهذا التفاعل الحضاري ما بين جزيره فيليتش على سبيل المثال وما بين حضارات العالم؟ قبل 5000 سنه ظهرت اول 6 حضارات في تاريخ البشريه، حضارات كبيره، حضارات كان لها عوائل ملكيه، لها قوانين، لها قوانين اقتصاديه، لها تشريعات دينيه، لها فنون واساطير وحكايات. وهذه الحضارات امتدت، تبي تتعاون مع الكل، تبي تتعاون مع كل الكيانات الثقافيه المجاوره او حتى البعيده. جزيره فيليتشا كانت جزء من هذا التفاعل الحضاري وجزء من هذا الكيان. لذلك مو غرابه ان من 1958 الى اليوم كل البعثات الاثريه تتوافد على ارض جزيره فيليتشا، خصوصا في فصل الشتاء والربيع. دائما يستانسون من شهر 10 الى شهر 3. ليش يتوافدون؟ ليش جامعات التي من اخر القاره الامريكيه الشماليه او من اوروبا او من حتى شرق اسيا وتبي تنقب وتحفل في الكويت؟ لان تدري هذه الارض غنيه جدا، هذه الارض كانت ضمن حكايه مبدعه وحكايه
كبيرة صارت قبل 5000 و4000 سنة. فالبعثات الأثرية تتوافد، وإحنا نروح ندرس في الخارج ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس، ونسوي برامج كبيرة بس فقط على جزيرة فيلته، 80 موقع أثري، لأن هذه الطبقات اللي موجودة في الجزيرة محافظ عليها، ما حاشها أي نوع من التشويه ولا الحمض، والحضارة قاعدة تصعد فوق حضارة وتبني فوق حضارة ويغطيها الرمل. واليوم لما نكشف ونزيل هذه الرمال مثل تل سعد وتل سعيد وتل سعيدة ومنطقة القصور والقرينية ومنطقة الصباحية ومنطقة الزور، هذه كلها مناطق أثرية، كل طبقة فيها لو نحفر 10 سنتي و15 سنتي وننزل بالعمق، طبقات لو ننزل بالعمق راح نلقى أربع حضارات، لو أنزل مترين مثل تل سعد راح ألقى ثلاث أربع حضارات كانت مستمرة لمدة 1000 سنة داخل هذه المواقع. لذلك من خلال التنقيبات الأثرية نقدر إحنا نعرف كثير من هذه الثقافات وتفاصيل كل مجتمع وتفاصيل كل حضارة وتفاصيل كل مجموعة إنسانية عاشت على أرض الكويت. اليوم أمهاتنا يلبسون الذهب والمجوهرات ويستانسون على اللي في لولو المقمش، والمقمش أنواع ما بين أساور مضاعد وقلادات وتراتشي وأشكال وأنواع، ما بين الشد الورد وما بين بوبيذان وموديلات كثيرة ما شاء الله أمهاتنا وبناتنا وخواتنا يعرفونها، ينطرون هالمواسم والأعراس على أساس يلبسون ويتزينون في القطع اللولو الحلوة هذه. هذا اليوم لو نرجع قبل 100 سنة نشوف بعض العوائل وبعض التجار والأسماء كانوا يفتخرون أن يملكون قطع من هذه اللولو لأنها كان لها سوق رائد قبل 1939. لا، وعندنا مهن كاملة، طبقة عمالية كاملة، وناس كانوا يغوصون في البحر بس عشان يبحثون عن اللولو، ينطرون الموسم هذا اللي هو من شهر 5 لشهر 9، يروحون ويتعبون ويشوفوا لهم نوخذة ياخذهم، يركبون على ظهر السفينة ويدخلون في الهيرات أماكن وجود اللولو ويغوص له أمتار تحت الماء المالحة. أيام قبل ما في أكسجين وما في كمامات وما في النظارات هذه، ينزل بالماء المالح يفتح عينه لابس هذا الديين الشبك بس أساس يحصل المحارة، ويجمع له عشرات المحارات، يمكن يلقى حبة لولو واحدة يرجع فيها حق أهله ويبيعها أو يكون له نصيب من هذا الرزق ويعيش عليه طول فترة لشتة، لأن فترة لشتة ما في غوص، المايه باردة. هذا قبل 100 سنة. قبل 100 سنة عندنا تاجر طبقة تجارية اسمها طواويش أو الطواش، اللي هو مهنته فقط يتاجر في اللولو، وهو مو الغيص، وهو ينطر السفينة ترجع، ينطر الأبوام والسفن هذه كلها ترجع عشان يشوف كم عدد حبات اللولو ويشتريها ويتاجر مع مناطق ثانية أو مع تجار ثانيين أو مع حتى شركات أوروبية. بال 1920 عندنا وايد قصص حلوة، تخيلوا قصة اللولو وعلاقتنا مع اللولو هي مو علاقة 100 سنة ولا علاقة 200 سنة ولا حتى 400 سنة. في جزيرة فيلتشا اكتشفنا في موقع الخضر شمال غرب جزيرة فيلتشا على موقع من حضارة دلمون، احنا نسميه العصر البرونزي قبل 4000 سنة، عثروا البعثة الاسلوفاكية على عشرات حبات اللولو. شنو معناته؟ معناته ان الانسان قبل 4000 سنة كان يدري وين الهيرات، كان يدري متى يغوص، كان يدري في اي مكان يروح تحت درجة اي حرارة ومواسم معينة، وكان عنده سفن أكيد أساس يوصل حق هالهيرات هذه من جزيرة فيلتشا ويغوص على هاللولو ويحضره يوصل حق أرض دلمون الجميلة في جزيرة فيلتشا ويحطه في هذه المخازن. وفي أسباب إحنا ما نعرفها هذه الحضارة اندثرت وهذا الموقع انتهى. بعد 4000 سنة تأتي البعثة الأجنبية أو بعثة محلية أو عالم آثار بطريقة علمية ينقب عن هذا التل في موقع الخضر ويلقى محارات ويلقى حبات اللولو. فمعنات أن اللولو مو بس وليد اللحظة وعلاقتنا معه مو حديثة أو تاريخية 300-400 سنة، إحنا مع اللولو من عمر الإنسان على هالأرض هذه. نفس الشيء مع السفينة، اليوم إحنا عندنا الهوري والتشالة والأبوام والبغلات، سفن حق صيد، سفن حق الغوص، سفن حق التجارة، سفن حق حمولة الماء، سفن حق
الأماكن القريبة من الشاطئ، سفن لا تروح إلى موانئ العالم في أفريقيا وفي القارة الهندية وفي مختلف موانئ الخليج العربي. سمعة الكويت وأهلها كانت وايد قوية في صناعة السفن، كان أجود أنواع السفن تصنع في الكويت، موانيها كانت مشهورة وبنائها واللي يبنونها وأساتذتها كانوا وايد معروفين، وقيادة السفينة اللي أخذتها كانوا مشهور فيها بالثقة والدراية والعلم، ولا شلون يقطع من الكويت للقارة الهندية وهو أجهزته خلينا نقول تقليدية بالخرائط والديرة وبعض الأشياء اللي هو يستخدمها ويقدر يجتاز هذه المسطحات المائية من بحار ومن خلجان ومن محيطات. فمعناته إن إحنا علاقتنا مع السفن 300-400 سنة. سنة 2001 البعثة البريطانية حطت خبر في جريدة إنجليزية، وهذا الخبر سوى ضجة. اكتشفنا في الكويت the world oldest boat figurine، أقدم تمثال سفينة في صحراء الكويت، منشأة الجريدة. فهذا الخبر سوى ضجة، ليش؟ لأن هذه البعثة البريطانية اكتشفت في منطقة الصبية شمال جون الكويت على موقع أثري وايد مهم. هذا الموقع عمره مو 4000 سنة مثل ما هو موجود في فيلتشا، وهي مو حضارة دلمون، هي ثقافة أقدم من دلمون 3000 سنة. موقع أثري يعود حق نهاية العصر الحجري الحديث اللي احنا نسميه في علم الآثار الليت نيوليثي، عمره 7000 سنة تقريبا 5000 قبل الميلاد، واحنا الحين 2024 معناته 7000 وشي سنة. واحدة من المواقع اللي اكتشفوها البعثة الأجنبية أو اللي اكتشفتها البعثة الأجنبية لقت على تمثال سفينة صغيرة تقريبا 17 إلى 20 سنتي مصنوعة من الطين المحروق، بس كان في شكوك إن هي سفينة ولا مو سفينة، بس مجسم. بنفس الموسم في طبقة ثانية في موقع ثاني لقوا قطعة من الفخار عليها صورة رسمة سفينة وإشراع. في الموسم اللي بعده في نفس الطبقة في نفس الموقع لقوا مقدمة حق صدر سفينة مصنوعة من الخوص، الكويتيين مرات يسمونه الهوري، وإذا أكبر يمكن يسمونه تشالة، ومدهون من داخل الخوص هذا والخيازرين مدهون في مادة البيتيومن أو الاسفلت، أهل الكويت أول يعرفون يسمونها الزفتة. ليش؟ على أساس يمنع دخول الماء حق السفينة. ثلاث أشياء مرتبطة في ركوب البحر، صناعة السفينة لقيناها في موقع الصبية. لذلك صار هذا الإعلان سنة 2001 أن في صحراء الكويت تم العثور على أقدم دليل سفينة بين قوسين، نقدر نقول أكبر دليل على ركوب البحر. فمعنات أن علاقتنا مع البحر علاقتنا مع السفينة ما كانت حديثة. سفينة في الصبية معناتها البحر شلون كان؟ هل كان جون الكويت بنفس هالشكل هذا؟ هل كان جون الكويت أو البحر أو المسطحات المائية أو الشواطئ في الكويت نفس اليوم هذه؟ لأن ندري مرات الماء مو غزير، نحتاج إحنا إلى مياه أعمق. فهني يكون سؤالنا وايد أكبر لما ندرس تاريخ أرض الكويت، ما ندرسه بس من الناحية الأثرية، ندرسه من الناحية الجغرافية. شو كانت جغرافية الموانئ؟ شنو كانت جغرافية الشواطئ؟ شنو أنواع الصخور اللي كانت موجودة؟ لا، نحتاج تخصص ثالث، تخصص الجيولوجيا القديمة، نسميها الباليوجيولوجي. ليش؟ لأن احتمال مستويات الجيولوجيا الكويتية كانت في شكل جدا مختلف بسبب ارتفاع وقلة المسطحات المائية. عندنا وايد دراسات وايد أدلة في كل مناطق العالم إن البحر كان يزيد في منسوبة في سنوات وينزل في منسوبة. اليوم احنا عندنا حتى خارطة عالمية في أي فترة زمنية بدل ما يرتفع مترين أو 20 متر، اليوم عندنا حتى دراسات حديثة تتكلم من الماء شلون كان أقل من مستوى ب100 متر. تخيلوا البحر أنزل من مستوى الحالي ب100 متر، يعني شنو؟ يعني كانت أرض أو أنها ارتفعت 50 متر، معناته البحر كان أكبر. فهذه الأدلة الأثرية ومساعدة بقية التخصصات راح تعطيني حتى صورة جون الكويت القديمة شلون كانت. ولا أنا اليوم أروح الصبية أشوف بين الموقع الأثري
وبين أقرب مسطح مائي تقريبا 3 كيلو. معقولة أنا أرسل سفينتي وأحطها وأخليها بالميناء مالتي وأمشي 3 كيلو حق موقعي اللي هو الموقع العثري اللي لقيناه، البيوت اللي لقيناها اليوم؟ مستحيل. أكيد الماء كان أكبر، أكيد المنسوب كان أرفع، أكيد المياه كانت تغطي أجزاء كبيرة من مواقع اليوم كنا نعتبرها صحراوية ونخيم ونروح ونكشت، بس هي كانت شنو؟ كانت قاع بحر في يوم من الأيام. كانت السفينة توقف عند الموقع على الأقل ربع كيلو، على الأقل 100 متر إذا مو 50 متر، وعندنا أدلة وايد حلوة. شوف صور الكويت القديمة، شوف الفرجان الكويتية القديمة اللي على دح الماي، إيش كثر المسافة بين البيت وبين الفرضة، إيش كثر المسافة بين البيت وبين النقعة، بين البيوت وبين المواني، 20 متر 30 متر 50 متر بالكثير. عندنا وايد صور حلوة شلون كانت هذه البيوت مثل بيت دكسين والدواوين القديمة وقصر السيف ومنازل أهل الكويت. ماكو عبر شارع 10 أمتار أنت واصل حق النقعة والسفينة واقفة قدامك. فمعناتها نحتاج اليوم إحنا دراسات متكاملة ما بين الآثار، ما بين الجيولوجيا، ما بين الجغرافيا، ما بين حتى علماء النبات، حتى في علم المتحجرات، لأن لما نقول هذه المناطق كانت عبارة عن قاع بحر ولا كانت مناطق خضراء، نحتاج اليوم أدلة كثيرة، نحتاج ندرس الرواسب، ندرس الكائنات، ندرس المتحجرات، ندرس حتى آثار الإنسان اللي تركها قبل آلاف السنين، عشان يكون عندنا صورة كاملة حق قصة هذا الأرض. اليوم لما نروح إحنا مثلاً نشوف في فترة الهلينستيين قبل 2300 سنة رسومات ركوب الخيل، رسمة موجودة في جزيرة فيليتش أن الإنسان كان يركب الخيل. ولما نروح نشوف حق المجلات العربية اللي كانت توثق أخبار الكويت 1908 1910 شنو كانوا يتكلمون؟ شلون حاكم الكويت كان يشرف على مسابقة ركوب الخيل. لما نشوف الرحال الإيطالي ماركو موسيزانو 1862 شايل أغراضه من إيطاليا، داز الملك الأب الموحد لإيطاليا إيمانويل الثاني يقول له روح إلى زيارة بلدة الكويت، فيها شيخ وفيها تاجر معروف. معروف في شنو؟ معروف في تجارة الخيل العربي. فالخيل العربي اللي موجودة بالصحف والمجلات اللي تتكلم عن الكويت 1908 و1910، الخيل الكويتي اللي كان موجود بال 1862 وملوك أوروبا يبعثون وفودهم لشراء هذا الخيل، الخيل اللي موجود في موقع فيلتشه في القلعة الهنستية من رسومات جدا جميلة تعكس أن هذه الأرض وراها قصص، هذه الأرض وراها حكايات، وراها ألغاز، وراها أشياء جميلة، وراها حضارات، وراها ناس قدموا كل ما هو، كل ما هو غالي ونفيس، كل ما يملكونه بين إيدهم بس عشان يعيش على الأرض، يعيش ما بين صياد، يعيش ما بين غايص على اللولو، يعيش ما بين تاجر، يعيش ما بين هو بناي، يعيش ما بين هو مزارع، يعيش ما بين هو راعي. هذه القصص لو كلنا نجمعها من مناطق وارة ومناطق خيران ومواقع أثرية في الإصليبخات والأماكن اللي قاعد نشوفها في غرب الكويت في وادي الباطن وفي الشقاية وأماكن موجودة في شمال الكويت، راح نشوف أن الكويت هذه الأرض كلها عبارة عن قصص، كلها عبارة عن حكايات، كلها عبارة عن تراث إنساني تركه منذ آلاف السنين. مو بس كذي، لا، نحن اليوم قصتنا نبي نرجع قبل هال7000 سنة، نبي نرجع قبل الصبية، قبل الناس اللي يو شمال جون الكويت قبل 7000 سنة وصنعوا السفينة وتركوا رسمة السفينة وصنعوا نموذج للسفينة اللي هو أقدم مستوطنة بشرية في الكويت من 7000 سنة. شنو صار قبل 7000 سنة؟ عندنا شيء من 50000 سنة؟ شنو قصة جال الزور؟ ليش لما نروح إحنا جال الزور نلقى متحجرات اللي داخلين في نص البر ويخيمون يشوفون القواقع يقولوا لي دكتور ترى احنا قاعد نشوف صدف وقواقع وكأن كائنات بحرية، والبابلز أو الصلبوخة احنا نسميه اللي هي أصلا مرتبطة في المسطحات الماء، قاعد نلقاها العمق 2 3 4 كيلو داخل الصحراء الحالية اليوم. شنو كان موجود قبل هالفترة هذه؟ قبل 1,000,000 سنة، قبل 1,000,000 سنة أصدقائنا الجيولوجيين لا ما يدرسون 1,000,000 سنة من تاريخ البشرية، هم يدرسون مئات وعشرات ملايين السنين، شلون شكل الأرض هذه تكونت وشلون شكل هذه الأرض تطورت هذا اليوم
قصة أرض الكويت تابعونا في الحلقات القادمة وراح نعطيكم كل هالتفاصيل.